حيز التنفيذ بحسب ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة. وكان لدى الشركة الهولندية تراخيص حتى يناير لتشحن للشركات الصينية 3 من آلات الطباعة الحجرية العميقة بالأشعة فوق البنفسجية المستخدمة في صناعة الرقائق المتطورة. ومع ذلك تواصل المسؤولون الأمريكيون مع ASM هولدينج ليطلبوا منها الوقف الفوري للشحنات المتعاقد معها مسبقا لبعض الآلات إلى العملاء الصينيين وفقا لمصادر بلومبرغ. المصادر قالت أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اتصل بالحكومة الهولندية بشأن هذه المسألة أواخر العام الماضي، لترد هولندا قائلة أن على واشنطن التواصل المباشر مع الشركة التي تنفرد عالميا بصناعة آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية القصوى المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات. المحاولات الأمريكية هذه تأتي لتقويض محاولات الصين صناعة الرقائق المتقدمة الخاصة بها، علما أن هواوي الصينية تنتج هاتفا ذكيا ينافس آيفون باستخدام التكنولوجيا التي تصنعها ASML. وفي بيان رسمي أكدت الأخيرة أن الحكومة الهولندية ألغت مؤخرا وبشكل جزئي التراخيص لشحن بعض أنظمة الطباعة الحجرية إلى الصين، وهو ما أثر في عدد صغير من العملاء هناك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من نيو دلهي جولغيز شيخ، الدكتور جولغيز شيخ الأكاديمي والخبير في الشؤون الجيوسياسية. أهلا وسهلا بك دكتور. هذا يعني الحظر الأمريكي لتسليم هذه الآلات يأتي في وقت شوحي الحديث السياسي بين البلدين أن الأجواء هادئة. ما سبب التصعيد الآن أي قبل بدء الحظر والمطالبة بوقف هذه التسليمات، علما أنها يعني هذه المعدات وتسليمها مجدولة مسبقا، أي أن الإدارة الأمريكية على علم بها؟ مرحبا. هذه مصالح اقتصادية وحرب بين البلدين بخصوص التكنولوجيا. بالنسبة لشركة ASML هي لاعب أساسي في مجال أشباه الموصلات على مستوى العالم، وهي معروفة بآلاتها المعقدة في مجال الطباعة الحجرية، وهذه الآلات أساسية لإنتاج معظم الرقائق المتقدمة، أي الرقائق التي تعتبر دون مستوى 7 نانومتر. والولايات المتحدة قالت إن مصالح الأمن القومي هي ما يقف وراء القرار، وضغطت دبلوماسيا على هولندا من أجل إيقاف تصدير هذه المعدات الاستراتيجية إلى الصين، والهدف هو الحد من قدرات الصين التكنولوجية وتقدمها العسكري. وبالحديث عن الرد الهولندي على الضغوط الأمريكية، أظهر أن هناك نوعا من الموازنة الحساسة والدقيقة من الحكومة الهولندية بين الحفاظ على تحالفها الاستراتيجي مع أمريكا من جهة، وحماية مصالحها الاقتصادية مع الصين من جهة أخرى. ويجب أن لا ننسى أن هذه الشركة التي يتركز عليها الضوء في النقاشات حاليا لديها رقم أعمال يبلغ 6 مليارات دولار من الصادرات إلى الصين لوحدها، أي 20% من قيمتها الرأسمالية التي كسبتها هذا العام. إذن هذا الأمر سيترك تبعات كبيرة. تأكيدا على ما ذكرت قبل قليل، الصين يعني على لسان وزارة الخارجية دعت هولندا إلى احترام القانون وبيئة الأعمال واستقرار الأسواق في هولندا وفي الصين. هل برأيك ستفعل أكثر من ذلك؟ تحدثت عن موازنة ما بين المصالح الصينية ويعني العلاقات مع الصين ومع أمريكا ومصالح هولندا، علما أن الصين يعني استخدمت فيما قبل ورقة المعادن الاستراتيجية ضد واشنطن. هل ستفعل أكثر من تحذير هولندا؟ إذا نظرنا إلى التأثير المباشر على العلاقات الهولندية الصينية، يمكن أن نصفها بنوع من
التفاعل الاقتصادي الصيني الهولندي الذي قد يتأثر. بالنسبة لهولندا هي كانت من كبار الداعين إلى التجارة الحرة مع الصين، ومعظم تجارتها في مجال التصنيع والتكنولوجيا هي مع الصين، وبالتالي هذا الأمر سيترك آثارا وتبعات كبيرة على هولندا. وبالنسبة للصين، الصين تعمل على مشروع طموح هو مشروع صناعي اسمه صنع في الصين للعام 2025، وهذا المشروع يعتمد على اكتساب التكنولوجيا والمعدات التكنولوجية الحديثة في مجال. طيب دكتور شيخ، ذكرت أن ASML هي الشركة الوحيدة في العالم التي تملك هذه التكنولوجيا وتستخدم في الهواتف الذكية والمعدات العسكرية وغيرها. هل سيدفع هذا الحظر الصين إلى مضاعفة الجهود لتطوير تكنولوجيا المنافسة كما فعلت عند تصنيع هاتف هواوي الذكي؟ ليس فقط في المجال الدفاعي وفي مجال الهواتف الذكية، وإنما أيضا في مجال السيارات الكهربائية. والصين ليست فقط أكبر مصنع للسيارات الكهربائية، وإنما هي أكبر مستهلك لهذه السيارات. وبرأي الصين ربما ستسرع السير باتجاه الاكتفاء الذاتي في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، وستحاول تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب. ولكن حتى بالنسبة لهولندا، إذا أخذنا موقفها، هذا يعني أنها قد تضطر وبالتدريج إلى تحويل أسواق التصدير إلى دول أخرى وإلى شركاء آخرين، وخاصة أن مشهد العوامل الجيوسياسية يتجه من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي هناك فجوة كبيرة حاليا بين الاقتصاد في الشمال والاقتصاد في الجنوب، وبين العوامل الجيوسياسية في الشمال وفي الجنوب. ودول مثل هولندا ستضطر إلى التوجه إلى أسواق تصدير جديدة وشركاء تجاريين جدد، لأن هذه الحرب التجارية في تصاعد. شكرا لك، كنت معنا من نيودلهي جولريز شيخ، الدكتور الأكاديمي والخبير في شؤون الجيوسياسية. شكرا جزيلا لك على المشاركة. عودة لعندكم محمد وعماد. شكرا لك.